قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتابع معا تفسير بعض الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة المؤمنون، وهي تتحدث بإفاضة عن خلق الإنسان في الآيات 12 إلى 14، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ونرى أن هذه الآيات تصف مراحل الجنين في الإنسان وصفا فائق الدقة، وهذه المراحل التي لا تتجاوز أبعادها جزءا من المليمتر إلى بضعة سنتيمترات قليلة. هذه المراحل ما رآها أحد من الخلق في زمن الوحي، ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. ولولا أن التقنيات الحديثة قد مكنت الأطباء من غرس كاميرا صغيرة في رحم امرأة حامل، ما عرفنا هذه المراحل عن طريق العلم المكتسب أبدا. وقد جاءت الصور التي أخذت بهذه الكاميرات الدقيقة مؤكدة تأكيدا قاطعا للوصف القرآني لهذه المراحل. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فنحن نعلم أن أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه رضوان الله قد خلقا معا من أصل واحد هو طين هذه الأرض، وأن كل فرد من بني آدم يرث جزءا من هذا الطين الأصلي، وأن بناء جسد الإنسان ليس من كل الطين، من سلالة من طين. يعني رب العالمين بيختار عناصر معينة من عناصر المعادن الصلصالية يبني بها جسد الإنسان. والخلق الأول لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام عملية معجزة لا تستطيع المعارف المكتسبة أن تقول فيها شيئا، ولكن مراحل التكاثر التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لبني آدم تؤكد على هذه الحقيقة، أن الجنين الذي يتكون من النطفة الأمشاج، النطفة المختلطة من الحيوان المنوي من الأب والبويضة أو البيضة من الأم، يلتحق بجدار الرحم أو يلتصق بجدار الرحم بعد أن يحفر في هذا الجدار حتى يصل إلى الأوعية الدموية، فيتغذى على دم الأم. وقلنا مرات عديدة أن دم الأم مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض، مما تأكله من الخضروات والفواكه واللحوم ومنتجات الألبان إلى آخره. فالأصل في هذا النماء أنه من عناصر الأرض. والتحليل الكيميائي لجسم الإنسان يؤكد على أنه يشبه عناصر الأرض تماما، مع فارق بسيط أنه تتركز فيه بعض ذرات الكربون التي تدخل في طعامه أو طعام الأم، زيادة في عنصر الفسفور الذي من شأن كل الخلايا الحية أن تحصل على جزء منه، ولكن التشابه كبير بين تراب الأرض ومائها وبين بناء الجسد الإنساني. إذا ولد الوليد فإنه يتغذى على لبن الأم، ولبنها مستمد من طعامها وطعامها مستمد من تراب الأرض.
إذا فطم يبدأ يأكل من الخضروات والفواكه والمنتجات الألبان وبعض المنتجات الحيوانية، وهذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، كان هذا حق مطلق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والسلالة هنا تعني أن كل نبات ينمو على هذه الأرض أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على استخلاص عناصر معينة من تراب الأرض حتى يعطي الزهور الخاصة به والثمار الخاصة به بمختلف طعومها وأشكالها وألوانها. لذلك كان الإصرار على أن الخلق ليس من كل الطين ولكن من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، والنطفة هنا المقصود بها النطفة الأمشاج، النطفة المختلطة، يعني البويضة المخصبة. والقرار المكين هو الرحم الذي هيأه ربنا تبارك وتعالى تهيئة طبيعية خاصة تجعل الجنين فيه محميا حماية هائلة بقدرة الله وإرادته. الحوض ثم العديد من العضلات والأربطة التي تحمي الرحم في موقعه وبالتالي تحمي الجنين في داخل الرحم. ثم خلقنا نطفة علقة، وقلنا أن البويضة المخصبة تبدأ في الانقسام فتتحول إلى ما يشبه حبة التوت الصغيرة فتسمى باسم التويتة، ثم تنشطر هذه التويتة لتتعلق في جدار الرحم وتحفر فيه، وتسمى هذه العملية عملية الانغراس أو عملية يعني بلانتيشن، يعني عملية الإنبات، يعني فعملية إنبات حقيقية. تنغرس النطفة الملقاة هذه أو التويتة المنقسمة تنغرس في جدار الرحم حتى تتغذى على دم الأم، وتستطيل لتشبه دودة العلق شبها كاملا، عبارة عن أنبوبة مستطيلة لها مماصان طرفيان تمتص بهم الدم حتى تنمو هذه العلقة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. بعد فترة تبدأ أقسام تظهر على جدار العلقة حتى تحولها إلى شكل قطعة اللحم الممضوغة أو قطعة العلك الممضوغة. فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. من هذه الأقسام يبدأ الهيكل العظمي للجنين في التكون، ويبدأ غضروفي، ثم هذه الغضاريف تبدأ تترسب فيها بعض ثلاثي فوسفات الكالسيوم اللي هو مكون العظم، وتحل محل الغضاريف، وقد يترسب العظم بطريقة مباشرة دون أن تكون له بداية غضروفية. وقد تم تصوير هذه المراحل بدقة شديدة بواسطة الكاميرات الدقيقة التي غرست في أرحام بعض السيدات الحوامل. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ثبت علميا أن العضلات والجلد يفصلان تفصيلا كاملا على الهيكل العظمي، ومعنى ذلك أن تكون العظم سابق لتكون العضلات والجلد. وقد حاول كثير من الموردين أن يناقض هذه القضية، ولكن جاء العلم ليؤكد هذه الحقيقة أن العظام تخلق أولا ثم تفصل العضلات ويفصل الجلد على شكل العظام. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. طبعا في هذه المراحل الأولى لا يوجد شبه بين الجنين والإنسان، ولكن ابتداء من الشهر الثالث يعني يبدأ هذا الجنين يأخذ ملامح البشر، ولذلك يقول رب العالمين ثم أنشأناه خلقا آخر. مرحلة النشأة مرحلة إعطاء الجنين الملامح البشرية التي تنسبه إلى بني آدم. فتبارك الله أحسن الخالقين. يمتدح ربنا تبارك وتعالى ذاته العلية بأنه أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. لذلك ختمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله
أحسن الخالقين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستمر معكم في استعراض الآيات في سورة المؤمنون، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.